السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة رقم 22 Treatment of Class 2 مال Occlusion. مو كل Class 2، Class 2 Division 1. باقي لنا إن شاء الله 4 محاضرات: Class 2 Division 1، Class 2 Division 2 و Class 3، وآخر محاضرة أعتقد Digital Orthodontics إذا بعد أكو محاضرة تنضاف عليها. المحاضرات الأخيرة هي محاضرات المعلومات اللي موجودة بها هي لملوم من المحاضرات الأخرى، يعني أغلب المعلومات إذا مو كل المعلومات المذكورة بالمحاضرة مات الكلاس 1 مال أوكلوجن أو الكلاس 2 ديفيجن 1 أو الكلاس 2 ديفيجن 2 أو حتى الكلاس 3 هي مرة علينا سواء كان بالمرحلة الخامسة أو بالمرحلة الرابعة. فذن المحاضرات على الرغم أنه هن سهلات جداً، لكن هن بنفس الوقت مهمات وتجي عليهن هواية أسئلة. ايش راح ناخذ عموما بهاي المحاضرات؟ اللي قرأ المحاضرة السابقة راح يلاحظ مع هاي المحاضرة لو يقارن، مع المحاضرة الجاية لو تقارن، انه هن جايات بنفس الستايل، يعني جايات بنفس النمط. مثلا راح ناخذ اول شيء الديفينيشن اوف كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن، تعريفه شنو هو. بعد راح ناخذ الايتيولوجي، شنو مسببات الكلاس 2 ديفيجن 1، ليش الشخص يكون عنده كلاس 2 ديفيجن 1، وذني ثابتات سكيليتال دنتال سوفت تشو ولوكال فاكت. لكن شنو راح نلاحظ؟ راح نلاحظ انه راح يختلفن منو الاكثر اهميه، منو الاكثر مسبب مثلا للكلاس 2. فمثلا بالكلاس 1 لاحظنا انه المسبب الاساسي، اللاعب الاساسي، الهداف بالايتيولوجيكال فاكتورز كان الدنتال. بالكلاس 2 ديفيجن 1 راح نلاحظ لا، الدنتال مستوى اقل، راح يصعد السكيليتال، ممكن يكون هو المسبب الرئيسي للكلاس 2 ديفيجن 1. السوفت تشو تلعب دور جدا مهم، هداف راح تكون، وحتى اللوكال فاكتورز. ذني شغلات يجن بالامتحان شويه تركزون عليهن، تحاولون تقارنون ما بين المحاضرات، هذا موضوع ايضا مهم. فراح ناخذ مثل ما ذكرنا الديفينيشن، راح ناخذ الايتيولوجيكال فاكتورز، ايمز اوف تريتمنت، ليش تعالج انت المريض اللي عنده كلاس 2 ديفيجن 1. ذني واضحه، ذني بديهيات بالنسبه لنا بهذا الوقت يعني. اما استاتيك فانكشن او سايكولوجيكال بروبلمز، لو احسن شكل المريض، لو احسن الوظيفه، لو عنده مشاكل قاعد يتنمرون عليه بسبب شكل اسنانه فيحتاج علاج باسرع وقت. التريتمنت عموما وهو الجزء المهم بهاي المحاضرات، احنا خضنا الكلاس 2، خضنا الكلاس 3 سابقا، شرحنا عليهن هوايه امور، هسه لا، اريد اعرف التريتمنت، شلون اعالجهن انا كطبيب اسنان، ممكن اكون مختص بالتقويم، كطالب مرحله خامسه، شلون انا اعالج هاي الحالات. اهم نقطه بالعلاج وهاي نحط جواها 60,000 خط، الايج اوف ذا بيشنت، عمر المريض ايش قد. الكلاس 2 إلى نوعيتين من العلاج، إذا كان المريض growing patient إلى طريق علاج خاص به، وإذا كان adult إلى أيضا طريق علاج خاص به. يعني ممكن العلاج يكون fixed، ممكن يكون myofunctional، ممكن يكون removable appliances، surgery في بعض الحالات إذا كان severe. وآخر شيء راح ناخذ موضوع retention كأنكورج قبله، الأنكورج اللي محاضرة الأنكورج بالمرحلة الرابعة راح ناخذ منها مقتطفات، وآخر شيء موضوع الريتينشن، شلون نحافظ على النتيجة مالك. فد مراجعة سريعة نسوي لبعض المعلومات اللي خضناها بالمرحلة السابقة وبالمحاضرات السابقة لهاي المرحلة مالتنا، المرحلة الخامسة. عندنا مصطلح اسمه اوفر جيت ومصطلح اسمه اوفر بايت، ذني لازم تنتبهون عليه. الاوفر جيت اذا تجوني على هاي الصوره اللي هنا، الاوفر جيت هو الهوريزونتال ريليشن شيب ما بين الابر انسايزر واللور انسايزر، والاوفر بايت هو الفيرتيكال ريليشن شيب ما بين الابر انسايزر واللور انسايزر. الاوفر جيت الى نورمال فاليو اللي هي 2 الى 3، الماكزيلا انسايزر راح يكون متقدم على المانديبولر انسايزر 2 تو 3 ملي، بحيث الانسايزر اتش مالت اللور انسايزر تاتش الاريا ابوف ذا سنجولم مالت الابر انسايزر.
هذا نورمال. إذا ماكو هذا الشيء، إذا الرقم زاد زائد 5 زائد 10 صار عندنا كلاس 2، إذا الرقم قل كان بالسالب بالماينس ماينس 3 ماينس 4 صار عندنا كلاس 3. الأوفر بايت هو عكس الأوفر جيت، هو الفيرتيكال ريليشن شيب ما بين الأبر إنسايزرز واللور إنسايزرز، وأيضا إلها فد نورمال فاليو 1 تو 2 ملي. إذا زاد الرقم صار عندي ديب بايت، وإذا قل الرقم كان عندي اوبن بايت، مثل ما هو ذكرناه بمحاضرة الديب بايت والاوبن بايت. اللي أريد أوصل لكم إياه هنا إنه كلمة اوفر جيت وكلمة اوفر بايت هي فد نورمال فاليو، هي فد مصطلح، هي مو مال أوكلوجن. المال أوكلوجن لما يكون عندك كلاس 2، المال أوكلوجن لما يكون عندك كلاس 3 أي خربطة بالأوفر جيت، المال أوكلوجين لما يكون عندك أوبن بايت أو يكون عندك ديب بايت يعني خربطة بالأوفر بايت. أما الأوفر جيت المقرود والأوفر بايت ذن يعتبر النورمال. هاي أول شغلة لازم نفتهم. الشغلة الثانية أبويا المهمة اللي لازم تفتهموها إنه الماكزيلا والماندبول ترى كل واحد منهن مكون من جزئين، مكون من بيزل بون ومكون من الفيولر بروسيس تحتوي على أسنان. ممكن البيزل بون مات الماكزيلا يتقدم ويسوي لك كلاس 2 سكيليتال، ممكن الالفيولر بروسيس مع الأسنان تتقدم وحد هي بدون ما يتقدم السكيليتال ويسوي لي كلاس 2 دنتال، ممكن البيزل بون مات الماندبل يرجع ويصير المريض عنده ريتروغناثيك واكو ديفيشينسي بالشن، المريض يكون ما عنده حنج، يصير وجهه وجه الطير مثل البيرد لوك فيس لانه شن ما عنده، فيكون سكيليتال كلاس 2، او رجوع الاسنان للماندبول ويصير عنده دنتال كلاس 2 مانديبولر ريتروجين، او ذني كلهن يصير انسوع. يعني اكو تقدم مثلا بالسكيليتال والدنتال ورجوع بالسكيليتال والدنتال مات الماندبول، ذني ما نقدر الاحتمالات نحتويهن. ذني ليش احنا وجدنا في شيء اسمه كلينيكال اكزامينيشن، ليش احنا وجدنا في شيء اسمه لاترال سيفالو على مود نعرف الكلاس 2 من المسبب مالته. الكلاس 2 على مود نختصر الموضوع، الكلاس 2 هو مو تقدم الماكزيلا على الماندبل، وإنما هو تصدر الماكزيلا على الماندبل. إحنا ندري وفاهمين بأنه الماكزيلا هو المهيمن على الماندبل، والمهيمن ساجيتال وبنفس الوقت المهيمن ترانسفيرس. شنو معناها؟ يعني معناها الماكزيلا لو أقارنا مع الماندبل، الماكزيلا هو المحتضن الماندبل بكل الأبعاد، من أنتيريرلي الأبر إنسايزرز هي اللي تكون متقدمة على اللور إنسايزرز بمقدار 2 إلى 3 اللي هو نورمال أوفر جيت. لاترالي أيضا الماكزيلا هو المولرز تكون هي اللي طالعة لبرة، وإذا انعكست صار عندي فشي اسمه كروس بايت. لكن إذا تصدر الماكزيلا أكثر بسبب تقدم الماكزيلا لسبب معين أو رجوع الماندبل لسبب معين، بذاك الوقت أقول المريض عنده كلاس 2. الكلاس 2 مثل ما أخذنا بالمحاضرات المرحلة الرابعة، أعتقد المحاضرة الأولى أو المحاضرة الثانية، كان بي نوعيتين، كلاس 2 ديفيجن 1 وكلاس 2 ديفيجن 2. السؤال اللي أسألكم يا أنا ليش حاب دابي والإنسايزرات؟ خو أروح للمولرز، خو أروح للكناين، ليش أنا هيتشي أربط الكلاس 2 بالإنسايزرات؟ السبب لأنه إحنا نمثل المدرسة الحديثة. احنا قلنا انقل الرجال الله يرحمه هو اللي اوجد الاورثو وقال بانه تريد تعرف اكو عندك كلاس 2 او كلاس 3 روح للمولار ريليشن شيب. بعدين شفنا انه هذا الموضوع مو كلش دقيق، فسوينا في شيء اسمه سوفت تشو بارادايم، اي نموذج السوفت تشو. شنو احنا نهتم بالسوفت تشو؟ التشيك، الليب، التانك، النيزوليبيل أنجل، منتوليبيل سالكاس، وضعية البروفايل، وضعية السوفت تشو إذا كانت تمام إحنا نهتم بها. منو أقرب عظم أو سن للسوفت تشو على مود أقدر أحدد المريض إيش عنده؟ الإنسايزرات. فلهذا اختارين الإنسايزرات
بدل من المولر والكناين، على الرغم انه المولر والكناين بعض الاحيان احتاجهن، فمو معناها الغيهن 100%. المشاكل، صحيح احنا راح ندرس هسه في شيء اسمه كلاس 2، لكن نخلي ببالنا انه المشاكل مات المال اوكلوجن بهاي الصوره، ترى هاي الصوره هي بالمحاضره اللي خضناها قبل المحاضره اللاترال سيفالو. اختصر لكم اياها، المشاكل مالت المال اوكلوجن متداخله مع بعضها البعض، اكو مشاكل، ركزوا لي على ذني الجو موجودات، وين القلم؟ عندنا ترانسفيرز يعني كروس بايت، عندنا ساجيتال يعني كلاس 2 كلاس 3، وعندنا فيرتيكال يعني اوبن بايت وديب بايت. مشاكل الاسنان من الممكن انه يجيني كلاس 2 وحده، بس ممكن يجيني كلاس 2 ويا كروس بايت ويا اوبن بايت، بمعنى انه المشاكل المال اوكلوجن هي ثلاثيه الابعاد ومتداخلات مع بعضهم البعض، محطوطات بخلاط ومضروبات بالخلاط. ممكن القى كلاس 2 زائدا ديب بايت، ممكن القى كلاس 2 زائدا اوبن بايت، ممكن القى كلاس 2 وذ كروس بايت. فما يعني ما يعني احذف هذا الاحتمال، ممكن هذا الشيء يصير عندي. بما انه الموضوع مهم مات الكلاس 2 واحنا قاعد ناخذه ونريد نفهمه كاطباء يريدون يعالجون الحاله، لازم تربطون هاي المحاضره بمحاضره اللاترال سيفالو. مثلا على مود تعرف المريض عنده كلاس 2 لازم تعرف زاويه الاس ان اي، الاس ان بي والاي ان بي، ممكن الابر 1 تو اس ان اللي تعطيك موقع، والبروكلاينيشن مات الابر انسايزر على مود تفرق الابر انسايزر هل هو كلاس 2 ديفيجن 1 او كلاس 2 ديفيجن 2. ايضا راح نلاحظ انه موقع اللور انسايزرز بحالات الكلاس 2 راح يتغير، فممكن زاويه الاي ام بي اي انسايزر مانديبولر بلين انجل ممكن تساعدني بمعرفه موقع اللور انسايزرز ايش راح يكون. السؤال المهم هو هاي الاسنان لما كلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 2 ديفيجن 1 وكلاس 2 ديفيجن 2 ذني بالفضاء، ذني مثل الثريا معلقه بالسقف بالهواء، ما موجودات بوسط ممكن ياثر عليهن، لا ذني موجودات مع السوفت تيشو. السوفت تيشو اللي هو الاكويليبريم افكت، هو التعادل ما بين الابر الليبس ابر ولور تانجو تشيك، ذني اذا تغير السكيليتال ممكن السوفت تيشو يسوي لي الحاله وممكن السوفت تيشو يحسن لي الحاله، مثل ما راح نتعرف عليه بالسلايدات الجايه. عنوان المحاضره هي تريتمنت اوف كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن، لكن قبل ما احنا ندخل بموضوع التريتمنت لازم نمر على هواي نقاط. مثل ما قلت لكم لازم بالبدايه نعرف شنو هو الكلاس 2 ديفيجن 1. The British Standard Classification defines Class 2 Division 1 incisor relationship as the lower incisor edge lay posterior to the cingulum of the upper incisors. There is an increase in overjet and the upper central incisor are usually proclined. ممكن الحكي السابق هو يكون مار علينا وسهل الفهم، بس خلي لي خط جوا كلمة بروكلايند، لأنه هذا الكلام كله لو قلنا أنه السنترال انسايزر ريتروكلايند صار عندي كلاس 2 ديفيجن 2. فلما يقول لك يعني ديفاين كلاس 2 ديفيجن 1 وتقول له هذا الحكي اللي حكيته كله، وانت ليش ربطت الانسايزر بالكلاس 2 ديفيجن 1؟ ذكرنا احنا هذا الموضوع لأنه هو اقرب للسوفت تيشو، لكن بروكلاين وريتروكلاين هي المفصل ما بين انه يكون عندك ديفيجن 1 وديفيجن 2. القوقازيين نسبة حصول الكلاس 2 ديفيجن 1 عندهم تكون عالية، 15 إلى 20% من مجتمع القوقازيين يكون عندهم كلاس 2 ديفيجن 1، وهاي النسبة كلش عالية. طبعا هاي النسبة مو معناها كلهم سنونهم طالعة لقدام، لا، اكو مايلد اكو مودريت واكو سيفير. كل مشكلة بها درجات mild, moderate and severe. Etiology of class 2 division 1 mal occlusion. أما مثل ما ذكرنا يكون skeletal أو soft tissue أو dental و أو local factors.
منو أكثر واحد المهم بهاي المواضيع؟ إنه نعرف منو أكثر واحد أكثر مسبب إلهم. بالنسبة للسكيليتال فاكتور، وجدوا إنه الكلاس 2 ديفيجن 1 أكثر حالة يكون موجود بيها ويرتبط بيها سكيليتال، هو لما يكون عندي كلاس 2 سكيليتال باترن مانديبولار ديفيشنسي. يعني شنو معناها؟ شوفوا هاي الصورة اللي موجودة جوا، معناها إنه أكو ريتروجناثيك ماندبل. كلمة ريتروجناثيك ماندبل معناها البيزل بون مات الماندبل راجع. وطبعا إذا البيزل بون مات الماندبل رجع، زاوية الاي ام دي اي مات اللور انسايزر تزداد، والماكسيلا تقريبا يكون طبيعي بهاي الحالات. هاي اكثر حالة سكيليتال ترتبط بالكلاس 2 ديفيجن 1. مع هذا ممكن انه نشوف الكلاس 2 ديفيجن 1 مع حالات يكون السكيليتال كلاس 1 او السكيليتال كلاس 3. شو وقت نشوفه مع حالات السكيليتال كلاس 1؟ يعني العظام تكون طبيعية لكن اكو بروكلاينيشن بالابر انسايزر وريتروكلاينيشن باللور انسايزر. ممكن تكون السوفت، شو هي السبب؟ ممكن يكون الهابتس ثامب سوكينج هو السبب. ايضا اكو نقطة مهمة، مثل ما ذكرنا بالسلايدات السابقة، هاي التغيرات الكلاس 2 والكلاس 3 هي ساجيتال، هي انتيريو بوستيريور، ما تكون وحده، ممكن ايضا تجي مع فيرتيكال بروبلم. يعني راح نلاحظ انواع من الكلاس 2 ترتبط مع الديب بايت، اكو انواع من الكلاس 2 راح نلقى وياها اوبن بايت. هاي هم نقطة مهمة لازم يعني ننتبه عليها، لازم نعرف الكلاس 2 ديفيجن 1 شنو اكثر نوع فيرتيكال بروبلم ممكن ترتبط وياه، هل هو الديب بايت او هل هو الاوبن بايت. وايضا الكلاس 2 ديفيجن 2 منو اكثر نوع فيرتيكال بروبلم ممكن ترتبط وياه، الديب بايت او الاوبن بايت. مو بس الفيرتيكال، ايضا الاسيمتري. ذكرت لكم بالصورة السابقة قلنا ان المشاكل ايضا تكون مرتبطة مع بعضها البعض، وبالصورة ايضا اكو في شيء اسمه ياو وبيتش ورول، فاني هم ممكن شوية تراجعوهن، اللي هن محاور ممكن الماكزيلا يتقدم الى الامام بس ما يتقدم عدل، ممكن يتقدم وشوية يرتفع، ممكن يتقدم وشوية ينزل، ممكن يتقدم وشوية يفتر رولينج يسوي، ممكن يتقدم والميد لاين يروح رايت او ليفت، هذا يا وينج يصيحوا له، ذني ايضا كون الراجح. كنقطة أساسية، كل ما كانت السكيليتال المشكلة السكيليتال أكبر، كل ما كان تباعد العظام البيزل بون مات الماكزيلا والبيزل بون مات الماندبل أكثر، كل ما كانت المشكلة مور سيفير، كل ما كان العلاج أصعب. سوفت تيشو فاكتور، الفاكتور الثاني هو السوفت تيشو. السوفت تيشو شوية مهم لازم ننتبه عليه، فنقرأ The tongue, lip and cheek بصفة هن عائلة السوفت تيشو can be etiological factor in a class 2 division 1 mal occlusion. منا نبدي شوية، هذا مهم الموضوع. The influence of the soft tissue on class 2 division 1 mal occlusion is mainly mediated by، يعني تأثير هاي السوفت تيشو اللي هي التونغ واللب والتشيك على مود تأثر، مقدار تأثيرها، الحركة اللي راح تسببها بالأسنان، التغيرات اللي راح تصير بالسكيليتال والدنتال، تتوسطها بعض الأمور. شنو تتوسطها بعض الأمور؟ يعني مقدار التأثير ممكن يتغير بتغير السكيليتال باترن. المريض إذا كان عنده سكيليتال البيزل بون كلاس 1 وعنده دنتال كلاس 2، او عنده سكيليتال كلاس 2 او عنده سكيليتال كلاس 3، هذا السوفت تيشو تاثيرها راح يتغير. هذا موضوع جدا مهم. اثنين، both anterior posterior and vertical position. شنو معناها؟ شنو معنى الانتيريو بوستيريور؟ هسه السكيليتال عرفناها انه العظام إذا كانت كلاس 2 راح يكون السوفت تيشو إلى تأثير، يختلف عن إذا كانت كلاس 1 سكيليتال، يختلف إذا كانت كلاس 1 أو كلاس 3 سكيليتال. الأنتيريو بوستيريور هنا يقصد بي سيفيريتي أوف الكيس، يعني إذا الكيس مايلد
ممكن تأثير السوفت تيشو يعني كلاس 2 ديفيجن 1 مايلد، عن مودريت يختلف، عن سيفير يختلف. بس انا ما اشرح لكم اياها. تأثير السوفت تيشو اذا كان عندي ديب بايت او كان عندي اوبن بايت، ايضا مقدار تأثيرها وطريقة عملها وتأثيرها راح يختلف. مو بس هذا، وضعية المريض بالريستنج بوزيشن، المريض لما يسد الابر واللور لب مع بعضهم البعض، الريستنج بوزيشن ما تحلق المريض، اذا ظل بالريستنج بوزيشن فاك حلقه اسنانه طالعه ممكن راح ينتج عنها كلاس 2 يختلف لو المريض بالريستنج بوزيشن يسد حلقه. وايضا بالفانكشنال اكتيفيتي مات السوفت، يعني المريض لما يسولف والمريض عنده كلاس 2 ديفيجن 1، طريقة حركة اللسان، حركة اللسان أثناء البلع ممكن راح تأثر على نوعية الكلاس 2 ديفيجن 1. هذا بالنسبة إلي الموضوع جدا مهم، من انفلونس الحد هاي النهاية. هذا كون الدرخوت فهموه، راح أعيد لكم إياه. السوفت تشو ممكن هي تكون السبب الرئيسي للكلاس 2 ديفيجن 1، ومقدار تأثير السوفت تشو يختلف باختلاف المريض السكيليتال، مواقع البيزال بون مالته، وأيضا السيفيريتي، يعني هاي اللور ليب، إذا شوفون هاي اللور ليب إذا كان سيفير الكيس كلش متقدم الماكزيلا للأمام ممكن تكون فانكشنلس، تختلف لو كان الماكزيلا بهاي الوضعية. بهاي الوضعية اللور ليب راح تدفع الإنسايزرات إلى الأمام وسبب لي بروكلاينيشن للامام جدا هواية. هذا يقصد به السيفيريتي مات الكيس. ايضا اذا كان عندي ديب بايت او مثلا كان عندي اوبن بايت، يعني او كان عندي زياده بالفيرتيكال دايمنشن، تلاحظ انه اختلف تاثير اللور ليب على الاسنان الابر انسايزرز. ايضا راح ناخذه بالسلايدات الجايه الريستنج بوزيشن، المريض بالريست ايش راح يصير عنده. ان كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن ذا ليب ار اوفن انكومبيتنت، هذا يحكي عن الريستنج بوزيشن، هنا يبدي يوضح الريستنج بوزيشن. ان كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن ذا ليبس ار اوفن انكومبيتنت ديو تو ذا بروميننس اوف ذا ابر انسايزر اند اور اندرلاينينج سكيليتال باترن. اغلب حالات الكلاس 2 ديفيجن 1 يكون الوضع بهاي الطريقه بالريستنج بوزيشن، المريض لما مرتاح لما يقعد يباوع على مسلسله اكو incompetently. A patient can try to achieve an anterior oral seal in a number of different ways. The way of achieving this anterior oral seal will affect the presentation of a class 2 division 1 incisor relationship. هسه المريض اللي دائما حلقه هيك مفتوح يميل الى انه يحاول يسد الشفه مالته، على سبيل المثال هل ممكن اني ابلع والأبر وأكو عندي فتحة ما عندي anterior oral seal؟ ما أقدر. وإحنا ضربنا مثال بالقاع على هذا الموضوع، قلنا نخلي إصبعنا بين أسناننا ونحاول نبلع، ما نقدر، نحتاج أما نغلق anterior يعني الفتحة الأمامية بالفم، ممكن نغلقها باللب وهذا له تأثير على class 2 division 2، ممكن نغلقها بانه اللور ليب تكون تحشر ما بين الاسنان للمريض اللي عنده كلاس 2 ديفيجن 1. شلون انت تدخل شفتك بين اسنانك؟ شلون هذا المريض اللي هنا جوا؟ وهاي راح تاثر لنا تاثير على الكلاس 2 ديفيجن 1. او ادفع لسانك خليه بين اسنانك وابلع، وهذا ايضا له تاثير. ذني هاي النقاط راح نسولفهم بالسلايد الجاي، وهو موضوع ايضا مهم جدا. هناك أربع طرق على مود نسوي anterior seal. هاي الطرق من الممكن أنه تحسن لي حالة class 2 division 1 مثل النقطة الأولى والثانية، أو من الممكن أنه تسوي لي حالة class 2 division 1 مثل النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الأولى، أنا عندي class 2 division 1 وأريد أسوي anterior seal،
فش راح اسوي؟ اسوي lip to lip contact. شنو اسم هاي النقطة؟ circumoral muscular activity to achieve lip to lip seal. circumoral muscular هي العضلات اللي تحيط بالفم، اعتقد orbicularis oris، اتوقع هي هاي العضلة. هاي لما عندي class 2 division 1 يعني عندي بروكلاينيشن بالابر انسايزر مثل ما ذكرنا بالديفينيشن مالت الكلاس 2 ديفيجن 1، واجي اني احاول حيل اسد حلقي، تاثير السوفت تشو الابر واللور ليب ايش راح تسوي؟ راح تحسن حاله الكلاس 2 ديفيجن 1 عن طريق انه تسوي التروكلاينيشن للابر انسايزر، معناها راح تقلل الاوفر جيت. هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه المريض يحاول يسوي ليب تو ليب كونتاكت بس تقديم الماندبل للأمام. The mandible is postured forward to allow the lip to meet, lips to meet at rest. هو يريد يسوي lip to lip contact، فيحاول يقدم الماندبل مالته للأمام. شو أنت حاول ادفع الماندبل مالتك للأمام. هاي الطريقة أيضا راح تخلي السوفت تشو تدفع الأسنان والدنتو أليفيولر. الدنتو اليفيولر بارت يعني جزء الاليفيولر بروسس والاسنان مات الابر اللي هي بها بروكلاينيشن، وايضا راح تحسن لي وضعيه الكلاس 2 ديفيجن 1. النقطه الثالثه والنقطه الرابعه الاحتماليه الكبيره انه راح يسوي ان موضوع الكلاس 2 ديفيجن 1. فمثلا على مود اني اسوي انتيرير اورال سيل وما قدرت اسوي lip to lip contact كون الكيس الحاله سيفير، يعني الفارق ما بين الماكزيلا والماندبل كبير بحيث ما اقدر اسوي lip to lip contact. بهاي الحاله عندي طريقتين. الطريقه الاولى انه the lower lip is drawn up behind the upper incisor. drawn يعني تغرق، يعني تدخل. شلون هاي الحاله؟ هاي الحاله ايضا خلي ناخذ الليزر. هاي الحاله اللي هنا وهاي الحالة اللي هنا اللور ليب راح يصير بها drawn up behind the upper incisor. هذا الوضع لما اللور ليب راح تدخل ما بين الأسنان، وشرط هذا الشرط على الرغم انه ما موجود هنا، وكان اكو contact بينها وبين الأسنان، فراح تسوي proclination للأبر incisor retroclination للور incisor وتخلي الحالة تكون أسوأ من السكيليتال. شنو قصدي آني لأكو كونتاكت؟ وين القلم؟ هذا القلم. يعني عندنا هذا الإنسايزر الأبر وعندنا هذا الإنسايزر اللور. إذا اللور لب هنا إجتي وملت هذا المكان وكان بيها طخة للأبر إنسايزر ممكن الدفعة للأمام، وطخة للور إنسايزر ممكن الدفعة للخلف. ولكن تجينا بعض الحالات اللي تكون very severe بحيث المسافة بين الأبر واللور تكون كبيرة واللور لب أصلا ما بها contact ويا الأبر إنسايزر، فما راح يكون عليها أي تأثير للأبر إنسايزر. يعني كيف الشيء صحيح هو ما موجود لكن للتنبيه. يعني الطريقة الرابعة على مود أسوي oral seal هي انه التونج ادفع للامام، والتونج اذا اندفع للامام ممكن يسوي لنا بروكلاينيشن. شوفوا لي هاي الصوره اللي هنا، التونج اللي هو يكون موجود هنا اذا حاولت ادفعه واخليه ما بين الاسنان ممكن هذا الشيء راح يسوي بروكلاينيشن لللور انسايزر، ومثل ما ذكر راح هيلبينج تو كومبنسيت ذا اندرلاينينج سكيليتال باترن. لكن مو هنا اللطم، اللطم انه اذا ظلت هاي الحاله هم راح يزود الفيرتيكال ريليشن شيب وراح يبعد الابر ليب عن اللور ليب ويسوي لي انتيرير اوبن بايت وراح يسوي لي مشاكل اكثر. يعني بس اكو نقطه هنا، هاي كلمه habitually the tongue habitually come forward to contact the lower lip. يعني هو مو هبت هبت بهاي الحالة، التونغ هو مو هبت، هو adaptive situation. يعني اكو class 2 وماكو anterior oral seal
وما ممكن اللور اللي بتدخل ما بين الأسنان والسد الفتحة، أو يصير عندي lip to lip contact مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق. فالتونج على مود يسوي anterior oral seal راح يتقدم إلى الأمام ويغلق هاي المسافة، فهو adaptive situation، يعني adaptive tongue thrust، هو مو habitually. يعني إذا حلينا مشكلة الكلاس 2 100% موقع التونغ إنه يندفع إلى الأمام راح تنحل من وحده. تذكرون لما ذكرنا قلنا بموضوع السكيليتال فاكتور، قلنا أكثر نوع يرتبط بالكلاس 2 ديفيجن 1 ويكون المسبب مادة سكيليتال هو ريتروغناثيك ماندبل. الماندبل البيزل بون مات الماندبل هو يكون راجع، هذا أكثر نوع يرتبط بالسكيليتال. اكو نوع هو نادر يصير سببه انه اللور انسايزرز يرجعن بسبب تاثير السوفت تشو اللي موجوده مقابل الماندبل. اقرا لكم اياه انفريكوينتلي، يعني بشكل غير متكرر، ريرلي اكر. A class 2 division 1 incisor relationship occur as a result of retroclination. ذاك retrognathic، قارنوا بين الموضوعين خافجا. لما ريتروغناثيك يعني البيزل بون راجع مات الماندبل، هنا ريتروكلاينيشن يعني ريترو رجوع، كلاينيشن انحناء الاسنان. ريتروكلاينيشن اوف لور انسايزر باي فيري اكتيف لور ليب سم تايم ريفيرد تو از استراب لايك، مثل الشريط مثل الربطه، وهذا الشيء ممكن يسبب لي كلاس 2 ديفيجن 1. ثالث فاكتور عندنا هو الدنتال فاكتورز، شلون ممكن وضعية الأسنان تسبب لي كلاس 2 ديفيجن 1؟ هل الكراودينج هو اللي ممكن أن يسبب لي كلاس 2 ديفيجن 1؟ أور هل هو السبيسينج اللي هو ممكن يسبب لي كلاس 2 ديفيجن 1؟ أكيد الكراودينج، الأسنان لما تتراكب وماكو مكان فتضطر أنه تندفع إلى الأمام، من الممكن يعني هو اللي أقل حدوثاً هو الدنتال فاكتور، فمن الممكن انه الاسنان راح تتراكب فتندفع الى الامام يسبب لنا كلاس 2 ديفيجن 1. وايضا الاكتوبيك ايربشن مات الانسايزر. شنو الاكتوبيك ايربشن؟ هذا اللي موجود بالصوره هنا، هو اكتوبيك، شايفين التحيه مالت النازيه اللي يمدون ايدهم الى الامام، بالضبط الانسايزر راح يجي يطلع للامام جول، فإذا الإنسايزرات طلعت إلى الأمام يصيرون عليها إكتوبيك إيربشن صار بيها، بذاك الوقت راح يصير عندي كلاس 2 ديفيجن 1. علاج هذا النوع لما يكون عندي كلاس 2 ديفيجن 1 وعندي وياه كراودينج، لازم أقلع بعض الأسنان، أخلق مساحة سبيس على مود أقدر أرجع باقي الأسنان وأعدلهن وأرجع أيضا السن إذا كان بإكتوبيك. صراحة ما شايف أني انه كلاس 2 بسبب الاكتوبيك ايربشن مات الانسايزرات، لكن ما عاد مذكوره لازم نذكر. اخر ايتيولوجيكال فاكتور للكلاس 2 ديفيجن 1 هو الهابت. منو اشهر هابت تسبب لي كلاس 2 ديفيجن 1؟ هو الديجيت سوكينج او الثمب سوكينج. ليش؟ لان هي الوحيده اللي ممكن تسبب لي انكريز بالاوفر جيت، يعني بروكلاينيشن بالابر انسايزر وريتروكلاينيشن باللور انسايزر. الثمب سوكينج او الديجيت سوكينج تعتمد على نقطتين اساسيات، يعني the severity، هذا اللي بالاحمر، the severity of the effect of bad habit depend on two things: duration، هل هو يمص اصبعه ساعة باليوم 20 ساعة باليوم، intensity، هل هو مجرد خال اصبعه بين اسنانه او هو يمص اصبعه حيل، الشدة والمدة. لهذا ممكن يصير عندنا mild, moderate و severe class 2 division 1 سبب digit sucking habit. شنو الشغلات اللي ممكن ترتبط بموضوع bad habit؟ Then the following are commonly associated with digit sucking habit. لأن المفروض ما نسولف إن مرات علينا proclination بالأبر incisor، retroclination باللور incisor، localized anterior open bite، وما نقدر نقول generalized open bite، لا هو localized وasymmetry، يميل الى واحدة من الجهات، وقلناها سابقا ليش احنا مو نشوف الاطفال دائما يخلون اصبعهم بالمنتصف،
ليش يصير عندي اسيمتري بالاوبن بايت؟ هاي تجاوبوها انا ذاكرها بمحاضره الباد هابت. ايضا ناروينج اوف ذا ابر ارش، ليش يصير عندي ناروينج بالابر ارش؟ ايضا هاي انتم تجاوبوا. الشغله المهمه هنا أنا على مود اعالج المريض اللي هو عنده كلاس 2 ديفيجن 1 بسببها الباد هابت، لازم اوقف الباد هابت بالبدايه، بعده اعالج المريض وعلى مود احافظ على النتيجه مالتي. The objective of class 2 division 1 مال occlusion treatment، شنو الغرض من انه نعالج المرضى اللي عندهم class 2 division 1 مال occlusion؟ اول نقطة هي الاستاتيك الجمالية، اثنين راح يكون عندنا الفانكشن الوظيفة، راح يكون عندنا الاورال هيلث، ارجع او احافظ على good oral health، وايضا موضوع الستيبيليتي اوف ذا ريزلت ممكن انه نتطرق له ضمن هذا الموضوع. هسه احنا هل الشكل مات المريض جماعه الكلاس 2 ديفيجن 1 يكون شكلهم نوعا ما مو حلو او يضايق المريض؟ نعم، بحالات المودريت والسيفير كون الكلاس 2 ديفيجن 1 اكو بروكلاينيشن ويا بالابر انسايزر، فشكله ارنوبي الشكل راح يكون المريض. احنا لما نريد نعالج الشكل لازم نخلي اكو نقاط ببالنا، مو كل ترجيع للابر انسايزرز ونرجعهن راح يعطي ريزلت حلوه. مثل ما ذكرنا بعض الحالات الكلاس 2 ديفيجن 1 يكون سببها انه اكو ريتروغناثيك اوف ذا ماندبل، الماندبل يكون العظم مال تراجع، فلما الان اجي اقلع من الابر وارجع الابر انسايزر راح يصير اولا البروفايل مات المريض يصير وجهه وجه الطير، مثل الطير يصير هذا الشكل، يعني المريض راح يكون عنده خشم والفم كله راح يكون راجع، هذا راح يغير لي النيزوليبيال انجل، راح اللب الابر واللور لب هي مو اكو سبورت لها من الاسنان، ممكن يسبب لي ايضا جم سمايل، راح يخربط لي الاكويليبريوم او النيوترال زون اللي صايره ما بين التونج تشيك واللب، فراح تتخربط الوضعيه كلها. فعلى مود اني احقق الجود استاتيك لازم اشيك البروفايل مات المريض، لازم اخذ له لاترال سيفالو، لازم اعرف من هو المسبب مات الكلاس 2 ديفيجن 1، احافظ على الجود بروفايل، جود نيزوليبيال انجل، منتوليبيال سلكاس، ارجع السوفت تشو وضعها الطبيعي واشتغل على هذا الاساس. In order to achieve good aesthetic result, it is important to consider the patient facial and the smile aesthetic. لان الامور لازم نخليهن تبين. السمايل بعض يمكن بعض المحاضرات ذكرنا انه مع كل ترجيع للاسنان اكو اكستروجن، اكو انكريز ان ذا جم سمايل، وكل بروتروجين تقدم للاسنان اكو ديكريز للجم سمايل، فلما اني اجي ارجع الاسنان الانسايزرات اخلي ببالي انه اكو راح يصير عندي انكريز بالجم سمايل، اذا هو عنده جم سمايل اصلا راح تبين اكثر، فلازم اخلي هذا الموضوع ببالي، موضوع السمايل وموضوع ايضا الفيشل بروفايل مات المريض. Simply reducing an overjet without considering the position of the teeth within the face and relation to the lip will not necessarily produce aesthetic result. انت مجرد انه ترجع الانسايزرات وتقول هو خلص عنده class 2 division 1، اذا اقلع من الابر البريمولارات وارجع السنترالات الابر، هذا ما دائما يعطيك good result، ممكن يسوي الحالة اكثر ويخلي المريض الاستاتيك ما تتقل اكثر مما كانت قبل العلاج. النقطة الثانية وايضا هي المهمة الاورال هيلث، نلاحظ المراجعين اللي دائما عندهم كلاس 2 ديفيجن 1 انكومبتنت ليب، يعني حلقه دائما مفتوح شلون اللي بالصورة، واكو بروكلاينيشن بالابر انسايزرز، وهم عادة عمر الاطفال جروينج بيشنت 11 12 13 14، اكو عنده فراكتشر بوين بالابر انسايزر، اكو تروما على الابر انسايزر، هذا يلعب بايسكل، يتعارك، يلعب كره قدم،
مجرد انه يوقع اول شيء راح ينطخ بوجهه. طبعا هو لما يوقع ما يخلي ايديه، الطفل العراقي يوقع على راسه مباشرة بدون ما يخلي ايديه، فراح يوقع على وجهه، على اسنانه راح تنكسر عند الاسنان الامامية. هذا الشيء نلاحظه جدا يرتبط بالكلاس 2 ديفيجن 1، وخلوا هاي النقطة ببالكم لانه مهم. One of major objective for treating a class 2 division 1 is to reduce the risk of a traumatic injury for the upper incisors. النقطة الثانية، المريض لما يكون عنده class 2 division 1 و 24 ساعة فاك حلقين، عنده incompetent lip، راح يصير عنده dryness إلمن لل upper incisors، وهذا ال dryness ممكن يأثر على الأسنان، ممكن يسبب للمريض ألم بالأسنان مالته، وحتى ممكن يسبب له جنجيفايتس. اللي مسوين عملية تجميل أنف، واللي هم عادة يسووها بحجة عندهم انحراف بالأنف، هم مسويها على مود التجميل بالحالتين، سواء كان عندهم مشكلة بالتنفس أو سووها على مود التجميل، أول يوم يومين ممكن يخلون أكو فتايل بالخشم مالتهم على مود شنو؟ على مود ما يتنفسون من الأنف، راح يضطرون يتنفسون من الفم مالتهم. ذولا دائما يصير عندهم الم باسنانهم الاماميه لانه صار عندهم دراينس، جفاف بالاسنان الاماميه، فيتحسسون كلش باسنانهم الاماميه. تخيل لو انه شخص دائما حلقه مفتوح، دائما يتنفس من حلقه، عنده incompetent lip، فشعورك انت بعد ما سويت عمليه لانفك هذا عنده دائما متواصل. هل السن اللي المريض يوقع عليه راح يسبب لنا مشاكل اذا نريد المريض نشتغل له تقويم؟ نعم، اذا المريض عنده كلاس 2 ديفيجن 1 وحسينا انه هو معرض الى تروما، تعرض بالماضي الى تروما للاسنان الاماميه مالته، لازم ناخذ معلومات كلش كافيه، شلون وقع وليش وقع وش صار لما وقع، سويته ورم السن، صار بي ألم، تحرك من مكانه. لازم ناخذ له بري أبيكال راديوغراف على مود نشوف وضعية الروت، اكو فراكتشر بالروت، اكو فراكتشر بالتوث وغيره. لازم ايضا اشوف التوث فايتال او نون فايتال. المريض لازم يتخلى 3 أشهر تحت المراقبة، المريض اللي وقع على حلقه وعلى أسنان الأمامية وعندك كلاس 2 ديفيجن 1 لازم 3 أشهر يبقى تحت المراقبة، ومن 6 أشهر إلى 12 شهر يلا بعد الوقعة أقدر أبدي أحرك الأسنان مالته. طبعا هو المريض ما يجينا مباشرة ورا ما يوقع على حلقة، هو يشوف سنه مكسور نقول له شو وقت هذا، يقول قبل 15 سنوات أنا وقعت على أسناني. فهذا الموضوع مو كلش يعني نهتم له احنا. اذا لا استوى واقع على سنه فراح نخليه 3 month evaluation، نسوي له هاي الاجراءات كلها. بعد ما يوقع يلا 6 اشهر الى سنه يلا نقدر نحرك الاسنان. شنو الفكره؟ الفكره انه هذا السن ممكن يكون نون فايتال، ممكن صار ريزوبشن بالروت، ممكن صار فراكتشر بالروت. تدري يجي المريض إذا ما فهمنا وشدينا تقويم على أسنانه احتمالية أنه يورم، وإذا ورم يقول هذا ورم بسبب التقويم. فإحنا نكون خالين ببالنا أنه نقول للمريض ترى هذا سنك أكو احتمالية يورم، احتمالية تحتاج تسوي له إندو، احتمالية أنه ما يتحرك، أنكيلوسيس وغيرها من الأمور. بعد إحنا على مود نتجنب هاي المشاكل التصير لازم نستخدم Very Light Force لتحريك هذا السن في حالة انه اشتغلنا على تقويم. واحدة من الاهداف المهمة بالنسبة للمراجعين لكلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن هو الفانكشن. المريض اللي عنده كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن عنده انكريز بالاوفر جيت، يعني ما عنده انسايزرز كونتاكت بين الابر واللور، يعني ما يقدر يسوي انسايز للفود، ما يقدر يقطع الطعام. الانسايزرز القواطع وظيفتها انه تقطع الطعام. فاذا اني حولته من كلاس 2 incisor relationship كلاس 2 division 1 الى كلاس 1 راح اقدر ارجع وظيفة قطع الطعام مرة اخرى. اخر نقطة لازم نذكرها بهذا الموضوع هي stability of the result. يعني اني المريض مالتي، اغلب المراجعين مالتي يجوني بهاي الطريقة، عندهم كلاس 2 division 1
inside the relationship، واللور ليب راح تكون تحت ال upper incisors، يعني يكون عندي incompetent ليب. هذا المريض اللي عنده خلل بالسوفت تيشو اذا ما احول incompetent ليب الى competent ليب، ليب تو ليب سيل، اذا ما احول اللور ليب من انه تكون موجودة تحت الانسايزرات الى انه تطلع وتغطي الابر انسايزرز، ما راح يكون عندي ثبات بالنتيجة. فاما احقق ليب تو ليب سيل with class 1 incisor relationship، او احتاج المريض اخلي له fixed retainer، شلون هذا اللي موجود ممكن يبقى لفترة طويلة، او اذا لا شفت الوضعية تحتاج ما راح تثبت النتيجة، بذاك الوقت المريض اسوي له عملية جراحية، مثلا على سبيل المثال عنده mandibular deficiency class 2 mandibular deficiency وما قدرت احقق class 1 incisor relationship with lip competent، اسوي له سيرجري على مود اقدم الماندبل، او في حالات انه تقدم الماكزيلا ارجع الماكزيلا بالجراحة. ندخل باهم موضوع بهاي المحاضرة، يعني الشغلة اللي احنا منتظريها من هاي المحاضرة واللي هي عنوان المحاضرة عليها، هي treatment of class 2 division 1 مال occlusion. الكلاس 2 ديفيجن 1 والكلاس 2 ديفيجن 2 وحتى الكلاس 3 بما انه المسبب مالتهن ممكن يكون عظمي، ممكن يكون سوفت تيشو في اغلب الحالات، فالتعامل وياها نوعا ما يكون شويه يراد لصبر، شويه لازم نلم معلومات هوايه، مثل ما مذكور full history and examination، نحتاج لكل مريض عنده كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن ونريد نعالجه، لازم نعرف المسبب مات الكلاس 2 ديفيجن 1، لازم ناخذ لاترال سيفالو نقيس الزوايا، لازم ناخذ له كاست، لازم نعرف التشيف كومبلين مات المريض، عمر المريض ايش قد، نعطي اكثر من تريتمنت بلان. ممكن التريتمنت بلان مات الكلاس 2 ديفيجن 1 ممكن يحتاج ريموفابل ابلاينس، ممكن يحتاج تو فيس اوف تريتمنت، يعني بالبدايه مايو فانكشنال ابلاينس بعدين فيكست، ممكن يحتاج فيكست مع قلع بعض الأسنان، ممكن يحتاج فيكست مع انكورج، ماكسيمم انكورج، مينيمم انكورج، نورمال انكورج، وممكن يحتاج عملية جراحية. اللي ما يتذكر شنو الانكورج فمحاضرة 21 اللي عنوانها الانكورج اللي خضناها السنة السابقة تقدرون تراجعوها بيها انواع الانكورج وشارحين على الانكورج. فاكو بعض الامور تتداخل مع التريتمنت مال الكلاس 2 ديفيجن 1، الاولى هي الايتيولوجي، مثل ما ذكرنا ممكن يكون المسبب عظمي، فممكن العظم هاي الحاله ثلاث احتمالات، ممكن اغير نمو العظم اذا كان المريض جروينج باستخدام المايوفانكشنال ابلاينسز، ممكن اسوي كيموفلاج يعني اسوي تمويه اغير مواقع الاسنان على مود يعني تعطي للعظم شكل وكانه طبيعي، او اسوي له عمليه جراحيه، او المشكله تكون سببها السوفت تيشو فيكون تعاملي وياها والتريتمنت بلان تماما يختلف، ممكن يكون سببها هابت فلازم امنع الهابت قبل ما ابلش واعالج. شوفوا الموضوع شويه يراد له دق. age of the patient، مريض عنده class 2 division 1 وهو growing patient، يختلف تماما العلاج عن هو adult. ايضا الانكورج مثل ما ذكرنا بعض الحالات تحتاج كلش ارجع الانسايزرات هواية فاحتاج maximum encourage، بعض الحالات احتاج اخلي تادز براغي، بعض الحالات احتاج استخدم extra oral appliance كانكورج مثلا الهيد جير، وبعده حسب الريزلت اللي راح تطلع عندي راح على اساسها اخلي موضوع الريتينشن الثبات الريلابس اللي يصير عندي، مثل ما ذكرنا بالسلايدات السابقه اذا حصلنا انسايزر كلاس 1 وليب كومبيتنت يختلف تماما عن انه احصل ليب انكومبيتنت او ما احصل كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب. فنيجي للإتيولوجي. It is important to identify the etiology of increased overjet، يعني يقصد class 2 division 1
وعلى اساس نخلي التريتمنت بلان. التريتمنت بلان اما يكون اورثودونتيك كيموفلاج جروث موديفيكيشن او اورثوغنافيك سيرجري. هذا مثلا على سبيل المثال جهاز التوين بلوك او جهاز الهيد جير ممكن نستخدمهن لموضوع. طبعا هذا فيس ماسك، خلي أأشر عليه، هذا الجهاز وجوده هنا خطأ، هذا عفو، هذه الصورة، لأن هذا فيس ماسك يستخدمه بحالات الكلاس 3. هذا إني أجهزة الجروث موديفيكيشن. عندنا هذا السيرجري، شوفوا المريضة شلون اختلف شكلها، هاي عندها كلاس 2 والتروغناثيك بالماندبل، شوفوا لما نقدمه الماندبل شلون تغير البروفايل مالتها. ايضا لاحظوا لي النيزوليبيال انجل شلون تغيرت، او المريض اللي هو ممكن اقلع له الفورات وارجع الاسنان يصيحوا له اورثودونتيك كيموفليج. If there is a soft tissue cause to class 2 division 1 mal occlusion نخلي ببالنا اذا نريد نعالج المريض باي نوع من العلاج، سواء كان كيموفلاج او سواء كان سيرجري او سواء كان growth modification، لازم اخلي ببالي انه لازم السوفت تشو يكون اكو بيناتها بالانس، توازن، لازم السوفت تشو تكون بالنيوترال زون. ايضا موضوع الدنتال كوزز نخلي ببالنا انه احنا قلنا بحالات الكلاس 2 ديفيجن 1 المسبب هو كراودينج، فنقلع بعض الاسنان على مود نسوي ريليف للكراودينج ونعدل الكلاس 2 ديفيجن 1 بحيث نحصل على انسايزر كلاس 1. الهابت لازم نمنع الهابت بالبداية وبعده نعالج الكلاس 2 ديفيجن 1. Age of the patient وتأثيره على العلاج، على التريتمنت بلان، من المواضيع اللي جدا مهمة واللي لازم نفتهمها. بالبداية احنا اكو فرق بعلاج المريض اللي عنده كلاس 2 ديفيجن 1 وهو growing patient بالearly teenage، يعني بداية ال 11-12-13، والادلت بيشنت. الادلت بيشنت شغلته واضحة، اما كيموفلاج اغير مواقع الاسنان او سيرجري، وايهما يعطي نتائج افضل وبروفايل احلى ويعطي ريتينشن اعلى اتوجه له. يبقى المريض اللي هو growing patient هذا ممكن اسوي growth modification. اكو نقطة اريدكم تنتبهون عليها، بحالات الماكسيلري بروتروجن عندنا احنا عادة نستخدم الهيد جير. الهيد جير مثل ما تتذكرون بانواع، الهايبول هيد جير والسيرفايكال هيد جير والكومبينيشن. هاي المعلومة مو كلش متأكد من عدها، تقدرون انتو بعدين تتأكدون من عدها، بس يعني شبه متأكد أنا من عدها. ذني ثلاث أنواع من الهيد جير ما يعتبرن ثلاثة هن growth modification appliance. ركزوا على هاي العبارة، أكو appliance هو growth modification، مثلا الفيس ماسك يعتبر growth modification، غير موقع الجروث، سحب الماكزيلا للأمام. الهيد جير اللي فقط اللي يعتبر growth modification appliance هو السيرفايكال هيد جير. اما الهايبول هيد جير او الكومبينيشن هيد جير تعتبر appliance وممكن تغير، لكن ما وصلت لمرتبة growth modification. وهاي المعلومة اتمنى تتأكدوا لي من عدها، لضيق الوقت ما لحق اتأكد من عدها. نجي هسه شنو موضوع الجروث؟ اذا كان عندنا طفل عمره 11-12-13-14، هذا ممكن اتعامل مع الكلاس 2 ديفيجن 1، سواء كان الكلاس 2 ديفيجن 1 سبب الماكسيلاري بروتروجن او المانديبولار ريتروغنافيك او ريتروجن. نخلي ببالنا انه السيفالوكودال جريدينت اوف جروث يلعب دور هنا. شنو السيفالوكودال جريدينت اوف جروث؟ هو عندنا برين وعندنا لونج اكسس، اي بارت اواي فروم برين جروث لونجر اند ليتر. فاكو احتماليه انه الماندبل، صحيح عندي انكريز بالاوفرجت، لكن من الاحتماليه انه الماندبل بعد المريض ما يكبر 15-16-17 ممكن الاوفر جت يقل بسبب الجروث مات الماندبل. هاي اول نقطه.
النقطة الثانية اللي إلها علاقة بالGrowth Modification Appliance اللي هو السيرفايكل هيد جير هنا مذكور. يقول إنه المريض إذا كان عنده Class 2 Division 1 with increase بالVertical Dimension، هذا طبعا Class 2 Division 1 Maxillary Protrusion، التقدم بالماكزيلا كبون، واريد ارجع الماكزيلا باستخدام الجهاز اللي هو الجروث موديفيكيشن ابلاينس، وهو عنده انكريز باللور فيشل هايت، هاي الحاله راح يصير اكو زياده اضافيه. ليش؟ لانه السيرفايكل هيد جير هم راح يرجع الماكزيلا، وهم هو راح ينزل المولارات، كون السحب مالته يكون أوطأ من موقع الأبر مولر، فراح يسحبهن بهذا الاتجاه، هم يرجع الماكزيلا وهم يصير بهن اكستروجن. فالمريض اللي عنده انكريز باللور فيشل هايت راح يصير عنده زيادة أكثر، هاي الزيادة ممكن راح تخلي الانكومبتنت ليب تزداد وتصعب الحالة أكثر. فبالجروينج بيشنت، شوفوا لي هاي العبارة هنا اللي هي تأكد انه فقط السيرفايكال هيد جير هو الابلاينس بانواع الهيد جير اللي هو يطلقون عليه الجروث موديفيكيشن ابلاينس. ان ا جروينج بيشنت جروث موديفيكيشن بين قوسين السيرفايكال هيد جير may be used to correct underlying skeletal class 2 maxillary protrusion. ركزوا هنا، لازم ينذكر maxillary protrusion، الهيد جير يشتغل بس على الماكزيلا. And it is also make it easier to treat other possible aspect of malocclusion such as deep overbite. يعني the growth modification appliance اللي اسمها cervical head gear، المريض اللي يكون عنده، ركزوا لي كتبوها هاي، تفتوا لي شوية لهذا الموضوع، the growing patient عمر 11 12 13 14 اللي عنده skeletal class 2 maxillary protrusion with deep bite، افضل appliance لعلاجه هو cervical head gear. نجي هسه احنا عندنا مريض عنده class 2 و growing، والclass 2 عنده skeletal. اذا كان، ركزوا لي على هاي العبارة، إذا كان عنده class 2 division 1 maxillary protrusion with deep bite أو normal vertical dimension، لو normal vertical dimension لو deep bite أقدر أستخدم له cervical head gear. المريض اللي عنده class 2 division 1 skeletal maxillary protrusion وهو growing patient زائدا انكريز باللور فيشل هايت او اوبن بايت، لازم استخدم للهاي بول هيد جير. زين، والكلاس 2 اللي سببها المانديبولر ريتروجن شلون اتعامل وياهن؟ سجلوا لي هاي الابلاينس. اذا كان المريض جروينج بيشنت بالميكس دنتيشن ستيج وعنده كلاس 2 ديفيجن 1 سببها skeletal mandibular retrusion، واحتاج اني اقدم الماندبول، استخدم جهاز اسمه توين بلوك. هاي صورة التوين بلوك، هاي صورة التوين بلوك. يفضل انه يستخدم بالميكس دنتيشن، يعني الايرلي تين 11-12. اذا كان المريض عنده deficiency بالماندبول class 2 division 1 سببها mandibular skeletal deficiency وهو permanent dentition 13-14، فاستخدم له جهاز الهيربست ابلاينس اللي هو موضح هنا أنا بالصورة. واكو بعد جهاز اسمه مارا، هذا ممكن استخدمه حسب ما اتذكر بالميكست والبيرمننت، اكثر شيء بالبيرمننت. شنو هذا؟ يشتغل نفس الهيربست ابلاينس، مانديبولار انتيرير ريبوزيشنينج ابلاينس، يعني الجهاز اللي يقدم الماندبل الى الامام، هذا معناه. هاي الابلاينسز اللي هنا تقدم الماندبل تشتغل على جماعه الكلاس 2 ديفيجن 1 مانديبولار ديفيشنسي ان جروينج بيشنت
وذني الهيد جير على الماج كلاس 2 ديفيجن 1 ماكسيلري بروتروجن. انتبهوا على ذني لانه مهم. هذا السلايد طلبتنا الاعزاء راح نتطرق الى المشاكل اللي هي خلينا نقول مايلد تو مودريت سكيليتال، واللي ممكن اعالجها بالكيموفلاج بالتمويه. مثلا هاي الحاله عندنا الجو مريض عنده كلاس 2 ديفيجن 1 وبروكلاينيشن بالابر انسايزرز، واقدر انه اقلع الفور وارجع الانسايزرات بحيث احصل على كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب وبجود بروفايل فيو، على الرغم انه اكو مشكله ممكن تكون بالعظم. فالكيموفلاج ممكن استخدمه لحالات اللي يكون عندي سكيليتال كلاس 2، لكن ممكن بتغيير مواقع الانسايزرز اضيعه، او الحالات اللي يكون عندي كلاس 2 ديفيجن 1 سببها دنتال او سوفت تيشو، فاقلع مثل ما ذكرت الفورات من الابر وارجع الابر انسايزرز. ممكن اقدم اللور انسايزرز شويه بحيث يعطيني شكل مقبول ولطيف وما يبين المريض عنده كلاس 2. ايضا ضمن موضوع الكيموفلاج اللي هو مثل ما ذكرنا راح نحرك الاسنان على مود نضيع مشكله الكلاس 2 ديفيجن 1، ممكن تتم بعمليه التوث اكستراكشن البريمولارات مثل ما موضح بالصوره، او انتر بروكسيمال ريدكشن ما اشوفها فعاله الا بحالات المايلد القليله جدا، او ديستلايزيشن بالابر مولر وذ هيد جير او تمبرري انكورج ديفايس. صراحه هاي حاليا هوايه قاعد اطباء تقويم عالميين يشتغلون على هذا الموضوع، يسوون ديستلايزيشن للابر مولرز باستخدام الهيد جير، يعني تاكل وقت كلش هوايه هاي السالفه، بينما انت تقلع الفورات وترجع اشوفها هي اسهل طريقه واقل وقتا. الجروث موديفيكيشن هنا شويه هاي المعلومه اللي هنا تخلي الواحد عصبي. الجروث موديفيكيشن ذكرناه سابقا شويه المحاضره، هذا جزء بها اعاده هوايه، قلنا نستخدم اي ابلاينس بالجروينج بيشنت بالايرلي تين كهيد جير ابلاينس او كفانكشنال ابلاينس. الهيد جير اللي هو بانواع، النوع الهايبول العادي مو الجروث موديفيكيشن، والسيرفايكال هو الجروث موديفيكيشن. الفانكشنال ابلاينس قصده بيهن التوين بلوك، الهيربست ابلاينس، والمارا ذن يعتبرن فانكشنال ابلاينس فور مانديبولار بروتروجن. هذا هو العمر المناسب للعمل هو الايرلي تينيج. هنا ذاكر انه ممكن نشتغل للمريض قبل العشر سنوات، بس مو كل الحالات، فقط للمرضى اللي يعانون من تنمر، يعني بالمدرسة عنده كلاس 2 ديفيجن 1 يتنمرون عليه، يقولوا له ارنوب، يقولوا لها ام سنون، ترجع للبيت تقول بعد ما اروح للمدرسة تروح امها تتعارك ويا المديرة، يجوك انت للعيادة. لما تحس انه اكو مشكلة بالموضوع ممكن انه تعالج المريض بعمر قبل الايرلي تين، لكن هو العمر الصحيح لعلاج مرضى الكلاس 2 ديفيجن 1 اذا اريد اسوي جروث موديفيكيشن عندهم سواء بارجاع الماكزيلا او بتقديم الماندبل هو الايرلي تين 11 12 13 14. زين الحالات اللي ما يرهم لها كيموفلاج شو نسوي لها؟ هاي الحالات شلون؟ هاي الحالة اللي موجودة جوا مثلا، هاي الحالة مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة اكثر نوع سكيليتال بالكلاس 2 ديفيجن 1 هو انه الماندبل يكون بي ديفيشنسي، فشوفون اكو كونفكس عالي بالبروفايل. هذا المريض ما يرهم رجع للماكزيلا لانه راح يتحول الى خشم فقط، يعني خشم بدون فم ولا حنج، كلش يكون شكله غير مقبول. بذاك الوقت تتدخل الجراحة الأورثوغنافيك سيرجري، راح يقدمون الماندبل للمريض، البروفايل للمريض كله راح يتغير نحو الأفضل والأحسن. موضوع الأنكورج والريتينشن ذكرنا المعلومات اللي بيهن سابقا، بس نذكركم شوية على الأنكورج. أنت لما عندك كلاس 2 ديفيجن 1 وتريد تعالجه بموضوع الاكستراكشن، راح تقلع الفور،
هسه انت اعتمادا على السيفيريتي مات الكيس ماتك، هل هي سيفير مايلد مودريت، تحرك الاسنان باتجاه الاكستراكشن سبيس. للتذكير اذا تريد فقط ترجع الاسنان الانتيريور هن اللي ياخذن السبيس بدون ما يتحركن البوستيريور او يتحركن بشكل قليل، على سبيل المثال 80% من المكان القلع راح يروح لارجاع الاسنان الاماميه و20 لتقدم الاسنان الخلفيه، طلقوا عليه ماكسيمم انكورج 50 ب 50 ميديوم انكورج، او عندك الحاله تكون مايلد على سبيل المثال كراودنج وحليت الكراودنج وظل اكو سبيس عندك والبروفايل صار حلو، صار عندك انسايزر كلاس 1 تحتاج مينيمم انكورج. شنو المينيمم؟ السبيس اغلبه يروح بتقدم الاسنان البوستيريور. شنو موضوع الريتينشن؟ ذكرناه سابقا، انت لازم بجماعة الكلاس 2 ديفيجن 1 لازم المريض يتحصل له كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب وذ ليب تو ليب سيل ليب تو ليب كونتاكت على مود الستيبلتي مات الريزلت تكون عاليه. مع هذا المريض راح تخلي له اذا كان عنده كلاس 2 ديفيجن 1 وكراودنج باللور انسايزرز ففيكست ريتينر لللور انسايزر ريموفابل او يعني الشفاف البايوستار للابر ارتش، لان هن يعني خلينا نقول المتبع حاليا. اعصر المحاضره كلها راح تطلع لك ذني الكي بوينتس، ذني كلش مهمات ديروا بالكم ادرخوهن درخ. نقراهن. كلاس 2 ديفيجن 1 مال اوكلوجن ار كومنلي اسوشيتد وذ وات؟ بسيطه، associated with skeletal class 2 mandibular retrusion. طلعت صحيحة. When treating class 2 division 1 mal occlusion, it is important to identify the etiology, which can be skeletal أو soft tissue أو dental أو habit. ذكرناها. For cases with an underlining class 2 skeletal, the option growth modification, camouflage و surgery. عاشتيتكم. تمام. هم مهمة هاي المعلومة. Growth modification can only be undertaken in a growing patient. هو لازم اسمه growth modification فلازم المريض يكون growing patient. يعني ما ممكن تسوي growth modification لأدولت. هذا الشيء ما راح يتحرك العظم. العظم لاطش. يعني تحرك لك بحايط. Stability of treat treated class 2 division 1 mal occlusion is improved in the upper if the upper incisor are under the control of the lower lip at the end of treatment. وهاي النقطة الأخيرة جدا مهمة وذكرناها أكثر من مرة. هذا طلبتنا الأعزاء، خلصت المحاضرة، ألقاكم إن شاء الله بمحاضرة قادمة.